السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي تكملة الجزء الأول، اللي ما شاف الجزء الأول ينزل بالوصف. التكملة إنه أنا قسمت الفيديو إلى قسمين، إنه الفيديو صار طويل، فهذا الفيديو اللي هو هل يوجد عمل ممتاز أو تقدر تحصل عمل ممتاز وأنت بروسيا يجيب لك مبلغ كلش كبير. طبعا هذا الفيديو اللي هسه سجلته بعد ما سجلت الفيديو الكامل، فراح تشوفون إنه قفزة من هذا الفيديو لهذا الفيديو. فخليكم متابعين واكتبوا لي بالتعليقات شنو الاشياء اللي استفادتوا من عندها، شنو الاشياء اللي انتم مطبقيها، فتابعوا الفيديو للنهايه. هاي اشياء مثلا اذا اعطيك اقتراحات انه انت ممكن تشغلات تتعلم منها، مو تقضي 30 سنه 40 سنه بهاي الوظيفه وتلطش بيها، حتى لو كان راتبها 5000 دولار بالشهر. انك لازم تطور نفسك، لان الشركات لازم اذا تشوفك انه انت عندك لغه، عندك معلومات، عندك هذا اكثر من الروسي، ما راح توظف الروسي، راح توظفك انت. يعني هذا اهم شيء، مثل ما قلت، عنده مصلحته. وهذا الشخص يعني هو ابو الشركه، اذا شافك انه دا تجيب له سمعه زينه للشركه، دا تطور شركته، شو بعد اكثر؟ يقول شو اسوي جايب روسي؟ شو اسوي جايب واحد من جنسيتي وما راح يفيدني؟ هو راح لا راح يعطيني فلوس ولا شيء. هذا اهم شيء عندهم الفلوس، واهم شيء عندهم الفائده مالتهم. اذا انت تفيدهم يوفقك، ما تفيدهم مع السلامه. ف انه انت حاول انه تتعلم. ممكن تتوظف سنه، سنتين، ثلاثة، أربعة كوظيفة مثلا، تاخذ منها العلم خلال هاي 4 سنوات، انك تكون انه دا تبحث، وخلال 4 سنوات دا تطور نفسك. مو تخلص ال4 سنوات تقول انا دا اترك الوظيفة اشوف غير شغلة، وانت كلش ما شايف غير شيء، انت عارف شنو تاركها، راح تضيع حالك وتضيع حالك. فانت لازم خلال 4 سنوات او خلال سنتين، شوف انت راح تشتغل، انه انت تطور نفسك وتطور شغل خاص بيك، حتى هاي الوظيفة انه خلال هاي فترة السنوات انت ما راح تصير مثل ببغاء واقف وكل شيء ما تسوي، او مثل الوظائف الموجودة بالعراق راح تظل صافن من الصبح لليل مثل القطوط، يعني مثل ما نقدر نقول اسم الحيوان مثلا. تشتغل وكل شيء ما مستفاد من حياتك، دايخ من الصبح لليل او من الصبح للعصر بدون اي شيء. شغلة تستفاد منها انك موجودة بروسيا، شنو؟ انه انت راح تشوف اشخاص من عدة دول. طبعا بالعراق الوظيفة راح تروح ليش، راح تشوف الناس نفسك، اغلبهم همهم انه يحصلون الراتب، الرجال يقفون على عسرة ياخذون راتبهم، كاتلهم الحار، لعبوا نفسهم، ما اعرف ايش، ما ادري شنو. طبعا تختلف الوظيفة من وظيفة لوظيفة، ما راح تتعلم شيء صراحة يعني. بس لما تجي هنا تتوظف في شركة وتتوظف في شيء، يعني اكو اوكي بالعراق شركات اجنبيه ممكن تستفاد منها، بس نادر ما تحصل لك شغل بيها. هنا من راح تجي وراح تشوف اشخاص من عده دول، راح تشوف افكار من عده ثقافات، وراح تشوف افكار من عده اشخاص، وراح تشوف يعني هواي اشياء، راح تاخذ خبره من هذا، خبره من هذا، خبره من هذا، خبره من هذا، وراح تكون نفسك افكار ممكن تفيدك لمشروعك المستقبلي. هاي بعض الاشياء اللي ممكن تفيدك من تجي هنا، ممكن تحصل شغل جدا ممتاز. الشيء الاخر انه ممكن انه تشوف اكو هواي اشياء ثانيه على الانترنت، ممكن تشوف فيديوهات عن الاقتصاد، عن الاسهم، عن العملات الرقميه، عن الاشغال الثانيه، شلون ممكن تصنيع الاشياء، شلون تستثمر، احتمال تستثمر ما تستثمر، يعني هذا بالليفل الاعلى مثلا شنو ممكن يفيدك. مثلا وجودك هنا مثلا تقدر، اكو اشخاص مثلا يقول لك انا اريد اشتغل بالبورصات، يعني هو عنده فهم وقاري هواي وشايف هواي فيديوهات عن الاسهم، شايف فيديوهات هواي عن الاستثمارات بشكل عام. هذا الشيء هنا وجودك راح يسهل عليك هواي. اكو بنوك عندها منصات، وهاي المنصات تسهل عليك انك تشتغل بالبورصات الامريكيه والبورصه الروسيه والبورصات بشكل عام، يعني هواي دول. بينما بالعراق هذا الشيء جدا 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 صعب، الا تفتح بنك بغير دوله، وهذا البنك اللي بغير دوله يفتح لك بنك رسمي ما ادري وين، نزولك فيزا كارد من عندهم، وبعدين هذول لازم تعرف واحد هناك يحول لك فلوس من امريكا بشغلات لماليزيا مثلا او غير دوله ثانيه، وهاي يحول لك ويبوت لعبان نفس. يعني هذا جدا صعب اذا انت كنت موجود بالعراق. واذا جتك فلوس مثلا انك تشتغل مثلا بالتسويق، او انت تبيع اشياء، او انه مثلا تشتغل بالاسهم، او انت تشتغل باي شيء وجدتك فلوس،
مثلا 40-50 ألف دولار أو حتى 20 ألف دولار، إجتك أنت وأنت فاتح حساب بنكي موجود بالعراق، راح تجيك هاي 20 ألف دولار، يقول لك راح تدخل بتحقيق هاي الفلوس شلون جتي، وما يصدقوك. مثلا اوكي سوى واحد يقول من حقهم انه يسالوك هاي شلون جتي وما اعرف ايش، طبعا هو مو المفروض البنك هاي شغلته، مو شغل يعني يجي يحقق وياك او كانه انك بايجن، هذا البنك المفروض شغلته الالكترونيه هو يروح يشوف المحاولات من جتي ما ادري شنو، وهذا من ممكن ماكو مشكله يسالك مثلا كي يعرف معلومات اضافيه، يجي يقول لك انت شلون تشتغل شلون هاي ما اعرف ايش. لا اذا تجيك هاي الفلوس يقول لهم انا اشتغل ماكو، لانه عقليه ماكو، هاي 99% من العراقيين او من العرب بشكل عام عقليه ماكو، تقول له والله انا عندي اشتغل على انترنت واطلع بالاسبوع 10,000 دولار، يقول لك انت حرامي وينك وهيك وينك وين الشغل، اذا انت مو تروح تدق مثل شو اسمه من الصبح لليل تدق شغل وتحصل لك 25,000 لو 10,000 دينار باليوم، ما اقيج عمي وينك شو اسمه، يعني ناس ما تستوى يا يعني حقا، ما حد شايف، ما حد مطلع، ما هذا الشيء ما ينطوك اياها، واحتمال ما يسلمك اياها، واحتمال تجنوك يا بني ايش مسوي ما اشتغل، ما يصدقوك، يقول لك لا انت بايك حرامي، انت مشتغل ما ادري وين، انت ما ادري انت جاي هنا تمول ما ادري ايش تسوي. فهاي كل اشياء انه انت راح تخلص منها اذا كنت موجود بروسيا او موجود باي بلد ثاني، بس اقول لك انه روسيا لانه بلد جدا سهل انك تحصل على الفيزا الدراسيه مالته، او تجي مثلا حتى فيزا اعمال او شيء. طبعا وهذا الكلام موجه الى الاشخاص اللي يريدون يرفعون من مستواهم، ومو الاشخاص اللي كل شيء ما يعرف ابد. اذا انت كنت صفر 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 كل شيء ما تفهم بهاي الامور وانك تريد تطور نفسك، حاول تبدي من الصفر، شوف فيديوهات من المستوى الصفر، شوي شوي تتعلم شنو الكمبيوتر، شنو الاعمال هاي، شنو هاي، شوي شوي تصعد، لا تشيد قبل على الليفل العالي وتجي تخربط كل شيء من عندك. فهاي عدة أشياء ذكرتها، يعني أنا بصراحة يعني ما أعرف أستغرب الناس اللي بعض التعليقات، من أني أتابع أو مشترك ويا أشخاص على الإنترنت وأتابع فيديوهاتهم الأشخاص، يعني هسا واحد يقول تدفع فلوس تشترك ويا أنت هذا شنو، يعني هسا أنت لما تروح القهوة تروح ما أدري شنو وتدب لك ما أدري قد فلوس زين، أو على مثلا تلعب ببجي وتشحن شدات كل شهر ب$25 وما أدري شنو، يعني مثلا شخص داي يفيدك زين، شخص داي يفيدك أنت ما تشترك وياه تجيبه $5 مو ذاك الشيء، خمسة روح $10 روح $25 يعني هاي ماكو $25 هاي $5 $10 بالزايد يسوون اشتراكاتهم وينطيك معلومات جدا ممتازة، يعني ممكن كل شيء تفيدك تغير تفكيرك تطورك. واحد يقول لا شنو قاعد اشترك هاي $10 تفيدني راح اسوي غير شيء، هسه صار عقلك الخرافي، هسه صرت رجل اعمال، هاي $10 اللي هي راح تطور حياتك، هاي $10 اللي راح تنطيها بالشهر راح تطلع لك احتمال بالمستقبل مئات والاف الدولارات، يعني انت ليش كل الشغل اللي حاصل بدماغك لو اشتغل بكوفي لو اشتغل عمالة، مع احتراماتي طبعا اكيد كل واحد شغل مو عيب، بس هذا الشغل انك ما راح يوصلك، ما راح يخليك في مستوى عالي، ما راح يخليك تشتري بيت وسيارة زينة، يعني ما اعرف، وحاب بس اقول دائما حاول تطور من نفسك، لا تبقى بوظيفة 30 سنة نفس الشغل تعيد بيه، والله يقول عندي خبرة 30 سنة، لا انت عندك خبرة واحدة مكررة 30 مرة زين، فلا تظل تعيد بيه. فحاول انه الواحد اللي ينصحك، طبعا مو واحد تاخذ كل كلام من اي احد، حاول تعرف خذ معلومه فرزنها بدماغك، يا هو الصح يا هو مو صح، شنو اللي انت تقدر تسوي شنو ما تقدر تسوي، وحاول تتعلم. يعني بعض الاشخاص ممكن تنصحه يابا، مثلا اعطيك فد مثال بسيط، واحد يبيع لبلبي، واحد مثلا تلقى من جد صغير من عمرك 4 سنوات 5 سنوات تلقى دودك، انا اكو محل يمكن بالركون موجود، وهسه تلقى عمره 25 و30 سنة وهذا المحل بعده بمكانه، لا متطور ولا هذا، يا معود ابو اللبلبي مثلا يجي يبيع لبلبي من كنت بالمدرسة من اول ابتدائي لحس انت صار ابتدائي وتخرج مدرسة، هو يجي يبيع حال ما تو بيعرس لبلبي، يا ولي طور شغلتك، جيب لك باقي اللي صار تحلك ما ادري شنو، جيب لك ما اعرف ايش، مثلا انت
شفت هذا شيء زين، جيب واحد مكانك، صار عندك فلوس شوي احسن، جيب واحد مكانك، انت روح بغير مكان، افتح لك فرع ثاني، روح مثلا انت جيب واحد يم هاي المدرسه وانت راوي مدرسه ثانيه، او يعني بشكل عام ده اعطيكم مثال. بس واحد يقول زين واحد شلون ما عنده و يعني ابد ويا دوب مكفي عيشته وما اعرف ايش، فحاول انه تقدر الامكان. اوكي يا واحد يحاول، لو تبدي خلينا نقول ان انك راح تزود شويه، تاخذ شويه من فلوسك تخليها، انت لا تجي تصرف كل فلوسك، حاول انه انت مثلا راتبك خلينا نقول راتبك 400,000، او خلينا نقول حتى الناس يفهمون الباقي الدوام، خلينا نقول راتبك 400 دولار، انك لا تحسب راتبك 400، خلينا نقول ان انت احسب راتبك 350 دولار، و50 دولار حط هاي حطها على صفحه، ان نهائيا اعتبر راتبك انه هو 350 دولار مو 400 دولار نهائيا، وهذا 50 دولار شيلها على صفحه. هسه واحد يقول زين وينك واحد راتبه شوي، تلاقي راتبه 400 دولار، انا يا دوب 200,000 وما مقضي، يابا راح اجيكم على اقل اقل شيء اللي هي ربع دينار، 250 دينار اللي هي اقل من ربع دولار. مهما كان الشخص فقير ومهما كان الشخص شغله تعبان، فلازم لازم على الاقل يعني ربع دينار 250 ما تزود له بالشهر. هسه واحد يقول زين مدير مرشاه ايش اسوي؟ دخلنا اصرفها. لا، هاي الربع دينار خلينا نقول مثلا واحد عنده بسطيه مفتح جايب ناس ويبيع عليه، يبيع ناس تلي، يبيع ما تعرف ايش، يبيع ما ادري شنو، ويطلع له يعني ها كم الف دينار باليوم يكفي معيشه، يعني يعني يقضي حاله. هذا الشخص ممكن تلقاه بعد 5 سنوات نفس الشيء باقي على حاله، بينما هو ممكن خلال هاي السنوات يقدر يجمع فلوس كلش هوايه، او يقدر يطور نفسه بطريقه تحسن من معيشته مقارنه بالسابق كلش هوايه. شلون؟ مثلا خلينا نقول هل هذا الشخص البسيط ما يقدر على الاقل ربع؟ ماكو، مستحيل يعني على الاقل ربع. بس يقول ربع شو تسوي؟ هاي الربع اوكي ممكن خلال اول شهر ما تسوي شيء، ثاني شهر، رابع شهر، خلينا نقول ورا 8 اشهر، وباقي 5 سنوات هنا على نفس الحطه، ما نريد نقول 5 سنوات، خلينا نقول ورا 8 اشهر. خلال هاي 8 اشهر اذا يوميا، اذا كل شهر شهر كلي يلا اقل من ربع دولار تزود له بالشهر، فاني بس انا دا اجي ماكو هيك، بس دا اجي وياكم يعني حتى هذا كلش كلش. هاي الربع دينار خلال 8 اشهر زيد راح تصير 2000 دينار، اللي هي تساوي حاليا دولار ونص او يعني تقريبا. هاي 2000 دينار صار عنده زيادة، هاي 2000 دينار ممكن يقدر يشتري بها شيء زيادة يحطه لبسطيته، مثلا نستره جديدة، شيء ثاني، اي شيء. المهم هاي 2000 دينار حيجيب شغلة جديدة يبيعها، هاي ممكن يشتريها اذا اشتري باكيت مالتها، مثلا ساتر كنا ساتر 2 بربع تطلع له 2 بربع، او مثلا 3000 يطلع له، المهم، او 5 بربع كل هذين الصغار حسب الناس ترى، وحسب يعني اي شيء. مثلا اذا اعطيك فد مثال، هاي الناس ترى خلينا نقول اشتراها بالجمله 2 بربع زين، راح او وباعها مكان، او باع مثلا 1 بربع، او باع مثلا 3500 مثلا، اي مثلا مو كان 2 بربع، 4500 بالجمله، باع 3500، او مثلا باع الوحده بربع زين، وحده بربع هاي ال 2000 من راح يبيع هذا الباكيت شلون ايش قد يكون محصل؟ خلينا نقول باع هذا الباكيت خلال شهر كامل زين، خلال هذا الشهر هو اوريدي عنده البسطيه مالته اللي كان يطلع منها معيشته، ويعني ها مكفيه روحه زيد ربع بالشهر بس. بس هالمره شنو صار عنده؟ هالمره صار عنده باكيت نستله زايد عن المعيشه الاساسيه. ده اعطيكم فد مثال يعني فد شيء كلش بسيط. هذا الشيء من راح يجي يبيعه، يعني من راح يجي تبيعه انت راح يصير عندك ضعف ال 2000، ممكن ما 8 اشهر يلا جمعت 2000 دينار، انك خلال شهر واحد ال 2000 صارت 4000، وال 4000 ممكن تسويها 8000، ممكن هاي ال 8000 تجيبيها اشياء ثانيه، هاي ال 8000 تصير 16، تصير 32، تصير اشياء اخرى، تصير اكبر، الما شويه صار عندك كم فلس من هنا ممكن تجيب لك عربانه، ممكن بعدين تاجل لك محل، تفتح لك محل، ممكن خلال هذين ال5 سنوات لو انت مطبق هذا الشيء، ممكن انه انت راح تكون عندك محل، ممكن مال 5 سنوات تصرف فلوسك كلها ما تعرف ايش تسوي بها ومبقيها. سو واحد يقول ممكن زين واحد اني ممكن اي شيء كل شيء يصير واجي اصرف كل شيء الفلوس اللي عندي. مهما صار عندك خلي ولو دولار واحد يجي يزيد، ولو دولار يعني حتى يعني حاول قدر الامكان ولو دولار، ولو دولار ايش ما صار عندك تخلي دولار زايد على صفحه
راح يزيد. هذا الدولار اتوقع هو دولار، اي هو دولار، هذا الدولار ممكن ورا كم سنه اذا تستثمر زين الدولار يصير دولارين، ما راح يصير الدولار يصير 1000 دولار قبل، لا الدولار يصير دولارين، بعدين دولارين يصير ممكن 4، يصير 10، العشرة بعدين يزيد شوية، يزيد شوية، يزيد شوية، بعدين يصير 1000 دولار، مو من 1000 من دولار تقلبها إلى 1000 دولار وأنت تقول هذا الشيء مستحيل. زين طولت عليكم هواي أدري، بس بدي أعطيكم فد مثال حالياً، وإنك هنا بروسيا ممكن تلقى أشياء، طبعاً مو بروسيا إنه ممكن تلقاها بالشارع، ممكن هذا الشيء أوكي الأشياء القوية تكون تلقاها مثلاً بالموسكو بعاصمة الشغلات الكبيرة، بس أوكي راح تصير عندك صعبة ولازم خبرة ولازم ولازم ولازم. بس وجودك بروسيا او وجودك بشكل عام خارج بلدك تقدر تحصل منه شغل زين، مو الشيء اساس انك وجودك بروسيا تحصل منه تحصل شغل زين، بس وجودك خارج بلدك استثمر واستثمر وقتك واستثمر الشيء او استغل وجودك. عفوا وقفت الكاميرا. مثل ما قلت انه استغل وجودك هنا انه انك تحصل شغل ممتاز، تستغل الانترنت السريع، استغل انه تكون عندك فيزا كارد، استغل انه ما عندك بنك يلعب نفسك يلا توصلك الفلوس. اوكي ممكن يسألك ماكو يتوصلك مبالغ كبيرة فجأة، اكيد انه ممكن شوية شوية انه حتى اعرف شلون تتصرف، حتى انك حدا حصلت انك شنو يعني واو عندك رجل اعمال وكلش خرافي، من تروح ببنك جديد او مكان جديد لا تنزل 100000 دولار قبل ولا لا تنزل 50000 دولار قبل، خلي البنك يتعود عليك مثلا اول شيء ينزل 1000 2000 ورا 4 ايام 5000 ورا شهر نزل لك 10000، خلي البنك يتعود عليك انه انت عندك استثمار، وهاي تجي تجيب له ادله انه هيج وهيج 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 راح يتفهم وضعك، مو نفس العراقه فين عليك دماغ ماكو ايش ما تجيب لهم ادله يقول لك انت شذاب، لا راح يتفهمك، خصوصا اذا كان عندك هنا مسموح لك انه تفتح مثلا حساب بزنس، تقدر تفتح مثلا الفيديو راح اخلي لكم اياه فوق او بالوصف او شيء، انواع بطاقات الفيزا كارد انك ممكن تفتح انواع تقدر تسمح لك تدخل بيها فلوس، تقدر يعني البنك ما حيسال عليها هواي اذا طبت فينا فلوس وطلعت، مو نفس البطاقات العاديه مثلا الكلاسيك، مثلا بطاقه الكلاسيك هاي او البطاقه مال الطلاب البسيطه اذا تريد تدفع قسط مالك اونلاين، اذا تريد تدفع خلينا نقول مبلغ مش قد 5000 اقل من 4000 دولار ممكن راح يتصل عليك البنك، الو هاي فلوس شنو متاكد يتحولها ما اعرف ايش، لانه ما مصممه هاي البطاقه انك تحول منها فلوس هواي، بينما اذا عندك مثلا بطاقه بلاتينيوم او بطاقه جولد لا لو حولها من شخص لشخص تروح ركض ما يسالك ولا يتصل عليك البنك نهائيا. زين يعني هاي الامور اللي ممكن تستفاد من عندها، واعرف طولت عليكم اعتذر عن هذا الشيء، بس انه هذا الشيء انك ممكن تستفاد من عنده. فاعيد واكرر، اولا النصيحه الذهبيه لكل شيء للطلاب الشيء ابتعد عن الاشخاص السلبيين، ثاني شيء استغل وقتك وابحث عن الاشياء اللي تفيدك، واستغل انك وين، استغل وجودك في روسيا او باي بلد ثاني، واستغل الاشياء اللي قدرت تحصل عليها واللي ما قدرت تحصل عليها بلدك انك تحصل على شغل ممتاز، ولا تعتمد على الوظائف، لا تعتمد على الشغلات التعبانة أو الأشغال اللي يادوب تسد أكلك، لا تبقى تقول والله الحمد لله أنا همشي همشي إنه أنا عايش والحمد لله والشكر هو الحمد لله، إن أدري تبقى ما أدري شنو، تبقى بالأجارة، تبقى بمنطقة تعبانة، تبقى سيارتك تعبانة، أدري شيء صراحة خسران إذا قعد لك في فيلا خرافية أو قعد لك ببيت حلو أو عندك سيارة بعشر دفاتر ولا خمس دفاتر، ما أدري إيش خسران، أنت ما تريد الراحة، ما تريد الراحة لأهلك، يا بس إيش معلها من قاعد لك بمرسيدس، اسمح لها من قاعد لك بجي كلاس، مش معلها من قاعد لك بي أم دبليو سيارة حلوة مرتبة مريحة، ومقعد أهلك وراك وتوديهم ما أعرف إيش كشخة حلوة مريحة نظام حماية بيها. شنو جايب لك حاي اللي عندك سيارة، عندك سيارة موديل 2010 2000 طعطعة موديل 80 وتق تق 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 طوط ويومي عطلانة ولعبان نفس وريحة البنزين، شو ما حلها من عندك بيت مرتب حلو، يعني حتى من كل شيء واحد يقول والله الفلوس وسخ دنيا الفلوس مو كل شيء، بوع عليه تدحس فلوس وسخ دنيا، مثل واحد يقول له شنو رايك بالفلوس يقول لك فلوس وسخ دنيا، أقول قال له والله اللي قاله هو الوسخ. أوكي إنك لا تخلي إنك تحصل فلوس بأي شيء ما سوي، مو من فلوس مو فلوس، لا
بس شنو يعني انت واحد يقول انا ليش اهم شيء والله الحياه الاخره وانا اخلي الدنيا، وشنو يصير اذا كسبت الاخره والدنيا؟ يعني شنو اللي يمنع انك راح تكسب هاي تكسب هاي؟ يعني ماكو ناس واحد الناس يفهمون يقول لك انا اذا اريد احصل فلوس والله يتحول. يعني هسه شايف ناس حتى بالمكانات اللي بعض الاشخاص بالتعليقات وهاي، ما دام هو دخل بسالفة الاستثمارات اذا شنو لازم يسب الدين ويطلع من الاسلام؟ والله هذا ايش تحس؟ ايش دخل هاي بهاي؟ اوكي هسه اوكي ناس مستغلين الدين بطريقه مو زينه، انت ايش عليك؟ انت صير ادمي ونفس الوقت صار عندك فلوس زين. ف هذا الفيديو كليته حبيت اوضح بيه انه اكو اشياء، اكو مواقع، اكو هواي اشياء انت خلال فتره قعدتك هنا لا تباع على هذا وهذاك، واحد مثل بوما بالفيسبوك وماكو شغل وروسيا فقر ولازم مني يمدين شاب حلو سامع يقول لك وانت شاب سيارتهم كل سياره ب 20 دفتر وهنا بموسكو وغيرها وغير اماكن. اذا الناس اذا انت اذا انت قاعد يا روس فقر، اذا انت روس نفسك يعني على شنو اللي شوف منو تمشي وياه، شنو شوف منو اللي تروح وياه، واعرف ويا من تمشي واعرف شلون تستغل وقتك. ولهنا وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، واعتذر على الإطالة اللي طولت عليكم، ومع السلامة.